البداية مع بطولة أوروبا يورو 2020 اللي انطلقت من ملعب الأولمبيكو في روما بمباراة غاية في القوة غاية في الإثارة من قبل المنتخب الإيطالي أمام نظيره التركي. الانتصار بنتيجة عريضة مش متعودين في مباريات الافتتاح في أي بطولة كبيرة إن احنا نشوف هذا النتيجة أو هذه النتيجة. الأزوري فاز امبارح 3-0 على المنتخب التركي ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى. وقع أهداف إيطاليا كولومان مارج دامرال بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53، كمان تشيرو إيمابالي في الدقيقة 65 ولورينزو أنسيني في الدقيقة 79. المباراة بشكل عام نقدر نقول إنها كانت إيطالية بطولها وعرضها مع سيطرة كاملة على مجريات اللعب خلال شوطي اللقاء، بس الفرق الوحيد كان هو عدم مقدرة الأزوري على هز شباك الخصم خلال الشوط الأول، ده اللي اتغير تماما في الشوط الثاني مع تسجيل 3 أهداف عشان تتصدر إيطاليا مجموعتها الأولى طبعا بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط وبانتظار مباراة سويسرا وويلز اللي بتتلعب دلوقتي. فوز إيطاليا على تركيا بثلاثية حقق للأزوري أرقام مهمة جدا في تاريخه الكروي، خلونا نستعرض بعض من هذه الأرقام في التقرير اللي جاي. بالنتيجة والأداء حققت إيطاليا أرقاما تاريخية بفوزها بثلاثية على تركيا في افتتاح بطولة يورو 2020. فوز المنتخب الإيطالي ب3 أهداف دون رد ضد تركيا هو أكبر فارق فوز في المباراة الافتتاحية لبطولات أوروبا، كما لم يخسر منتخب إيطاليا مطلقا على ملعب الأولمبيكو في أي من بطولتي كأس العالم أو اليورو، حيث فاز الطليان في 7 مباريات وتعادلوا في 2. لم يخسر منتخب إيطاليا عندما واجه تركيا في يورو من قبل، إذ التقيا سابقا في يورو 2000 في 11 يونيو أيضا، وكانت المباراة الافتتاحية أيضا، وفازت إيطاليا بنتيجة 2-1. وللمرة الثانية يسجل منتخب إيطاليا الهدف الافتتاحي لليورو بعد هدف روبرتو مانشيني في شباك ألمانيا في افتتاح بطولة أوروبا في عام 1988، ولأول مرة تسجل إيطاليا 3 أهداف في مباراة واحدة ببطولة اليورو. إلى جانب ذلك حافظ منتخب إيطاليا على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية لأول مرة منذ عام 1990، ووصلت بانتصارها الأخير إلى 28 مباراة دون هزيمة منذ عام 2018.